انا بقى معايا مفاجاه ليك. انت طالما جبت سيرته كابتن مصطفى رياض من اعظم السنتر فيرود اللي لعب في مصر وفي افريقيا. هو لعب سنتر فيرود ولعب وينج رايت. اه طبعا وينج رايت كمان. ايه اصله برجل ودريبل على واسع. اه لا لا كان لعيب رأس مثلا على ضيق. لا على واسع غرزه واسعه تبص يوصل للجول في خطوتين ثلاثه. لا لعيب كان لعيب بعدين كان هداف كبير جدا قوي مصطفى. طب نسمع كابتن مصطفى رياض هيقول ايه ونرجع تاني نحلل الكلام. نعم الشيخ طه اسماعيل ده كابتني وحبيبي واحنا بنلعب مع بعض واخلاقه عاليه جدا وراجل سكره يعني اللي يقعد معاه ما يزهقش منه. كابتن طه ليه حاجات معايا كتيره واحنا بنلعب يعني مع بعض. حتى كنا بنلعب ماتشات كسبان خسران بنتقابل مع بعض مره يفطر عندي افطر عنده اتغدى يعني كانت في صله جامده مع بعض يعني. وما اقدرش اقول لك بقى اللي ربطني بيه قوي دوري طوكيو. دوري طوكيو لما انصاب لانه كنا نايم في الاوضه معايا انا اللي تحملته وانا اللي بقيت اجيب له حاجته واجيب له غداه وعشاه. ولما نزل مصر كنت انا اول واحد سبت شنطي ورحت معاه لغايه لما العربيه الاسعاف خدته وروح. كابتن طه شخصيه ممتازه وجميله وانا بقول له ازيك يا كابتن وحشتني وحشتني جدا انت والكابتن مصطفى عبده طبعا ما نقدرش ننساه طبعا. المهم ان كابتن طه ليه حاجات معايا كويسه يعني ارتبطنا ببعض وبحب وعندي عنده كان نموذج ما حدش يقدر يجيب لي عليه اي حاجه. نموذج فوق الوصف. اخلاقه لا تقع. اخلاق ممتازه. بيحب الناس ما بيكرهش الناس ما بيكرهش زمايله. تملي يتكلم على زمايله في التلفزيون. ويعني كابتن طه بقول لك يعني مهما هتكلم عليه مش هديله حقه لان هو شخصيه ظريفه جدا. انا بقول لك ظريفه جدا مش عشان هو حبيبي لا هو كده طبيعته كده. فربنا يكرمه ويديله طول العمر ويخليه لنا يا رب. اقول له وحشتني يا شيخ طه وان شاء الله اتمنى لك كل السعاده واشوفك محلل عظيم اكتر من انت فيه وما تتقطعش عن التحليل خالص يا رب. عشان انا بتبسط لما بتحلل ببقى بفهم منك حاجات كتيره انا ممكن وانا بتفرج ما اخدش بالي منها. فهو ربنا يخليك يا شيخ طه ويخليك لينا. الغزال الاسمر هتقول له يا كابتن مصطفى حبيبي مصطفى نموذج تتفرج على الانسيابيه في تحركه بالكوره. انسيابيه يعني مش مثلا في لعيب تلاقيه لا ده هو ريلاكس وتلاقي رشاق ومرونه وهو بيفوت بشكل رائع جدا. وبعدين ببرجل لدرجه ان ما تقدرش تتبعه لو مدافع ما بيقدرش. غرزه على واسع يعني ما بيغرسش مثلا يروح في لا ده من بعيد من السنتر هو بيفوت فاسرع منكم بيفطر. وبعدين على فكره مصطفى برضو يعني لما كنا نقعد مع بعض فكنت احس ان هو بيحب النادي الاهلي يميل للنادي الاهلي. مش زملكاوي يعني زي ما كانوا بيقولوا. لا يميل للنادي الاهلي. يعني كان علاقتي بيه كده وانا احس بيه كده. طيب احنا طالما اتكلمنا على طوكيو كله كابتن احمد مصطفى اتكلم على طوكيو والكابتن مصطفى رياض اتكلم على طوكيو. واحنا بالمناسبه احنا على الابواب طوكيو بمنتخبنا الاولمبي بتاع. قبل ما نبدا نحكي عن الاصابه اللي حصلت لك في طوكيو برضه عشان الناس تعرف الاصابه دي قعدت معاك قد ايه وكانت اصابه عباره عن ايه. هناخد فاصل ونواصل حلقه الليله من المجال.